يا عم اتقل بس. لا لا ازاي يا ابني والله غلط يا حبيبي. بس اصبر خلاص خلاص عفوا خلاص مش نافع يا عم. ده انا لسه بحط له المواد الكيميائيه الخاصه بيه. مش هينفع والله. اما يدوب طيب. انت قلت قبل كده تقرفه في الاخر هتكتشف انه مش نافع. يا عم اصبر هيلزق على الحيط. هحط له ماده الليبليبيهيه. مفيش مواد. بقول لك ايه يا جدع انت. يا عم لا يا عم هات لي بتاع ب 100 جنيه يا عم. جايب ده ب 80 جنيه ولا حاجه. اسكت بقى حبيبي. ده انا هجيب لك اللي انت عايزه عليا. اصبر عليا اصبر عليا بس لما ازغللها لك يا جين. انا عندي رفض اهو فك بقى من الشغل يا واد. ده فيها بهاريز ايه لهط يا جين النبي. يا جين النبي بص يا ابو محمد. تعال تعال شوف انا وصلت لايه. ده انا مبسوط مني. ده انا مبسوط مني وهدي لنفسي. ادي لي جايزه. ايه رايك ادي لي جايزه ايه؟ جايزه اوي. انا اعتبر نفسي ان انا خلاط. دندري بندري بندري بندندري بندري بندري بندندري اديني. ده بقى هنحط له ماده اسمها ماده البولي اسلين وهنضيف عليها بعض. بص يا صاحبي ما حدش اخترع حاجه ببلاش يا ابو محمد صح؟ لازم كلنا نخترع ونبتكر. بذمتك مش انت اللي بتعمله ده في ابتكار؟ اه طبعا. في فن وصنعه. في فن وفي صنعه. اه والله. لكن اللي انت بتعمله ده بيعرف ومجال. لا يا راجل ده انا هحط لك عليه ماده اللي بيليبي السحري. هخليه لك يزعلط. ودلوقتي احنا في مرحله المكتبه. مكتبه ايه؟ الجزامه اللي تحت المكتبه. وقاعدين بنصنع فيها قطعه قطعه. قطعة 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 قاعدة بقاعدة واقفة بوقفة. يا والله عشان بطني قوي. لا اله الا الله. ايه؟ اقفل البتاع دي بقى طاقة كفاية كده وبالله عليك كتير. هحط له المادة السحرية طيب. طبعا مفيش مواد طبعا. طبعا ما تفهمش عليه حاجة. طبعا اهدى بقى يا عم. استنى بس. ايه؟ ايه؟ نعم. لقيت المادة اللي هتحل الموضوع. لا 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 ورقة عنبر على أنت يا قرنفل. لا 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 لا. ابو محمد تيجي تعمل معانا تفاعلات كيميائيه؟ ماشي جاي. يلا بينا. لا 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 لا. هنعمل بعض التفاعلات الكيميائيه. هشغلها لك. انا وضع السيجاره. اعمل اللي انت عايزه. بس استنى عشان لو انفجرت نجري سوا. استنى عليا. يا ابو انا هشغل لك كل حاجه. ايه؟ كان اكتشفت ان الراوتر اللي عندي برضه ايوه كانوا بيعملوا تحديث بيانات. اه في اتصال لك بيعملوا ايه؟ اه هما كانوا بيعملوا تحديث للخطوط. وبعدين؟ بس التحديث ده خلص؟ اه. طب انت بقى عملت حاجه علشان خاطر تركب؟ اتصلت بيهم. لا ما اقصدش بعد ما التحديث بتاع ده خلص. مع التحديث خلص الشبكه بتوصل عادي تلقائي ولا لازم تعمل حاجه؟ لا تلقائي ما بعملش حاجه. يعني ولا تشيل الشبكه والكلام ده؟ اه. اول حاجه المذيب لازم ينزل في البلاستيك علشان يدينا المزيج اللي احنا محتاجينه. لا يا حبيبي ده انا حطيت الماده خلاص. هتريحه. هترجعه لك جديد. مذيب. مذيب للمواد الكيميائيه والكلور والكلام ده. والله هو هيرجعه لنا تاني لبليبي. انا لا مفيش ريحه تنقطع دلوقتي حالا. يا عبود. عامل ايه يا حاج؟ وبكده احنا حلينا مشكله البلاستيك الايه؟ البايظ. فهمت حاجه؟ ان هو مش بايظ، هو بيبقى جامد.
والجزء اللي بيبقى على الوش ده عباره عن تحلل للميه. ده تحلل للميه، ما خلاص انقطعت الريحه، المذيب خلصه وخلاص. ميه ايه؟ علشان البقى هيجي على السطر احط له ميه جديده. هي خلاص انا قطعت الميه وقطعت كل حاجه اهو، وداب خلاص، واغير لك دلوقتي واخليه يطلع ريحه جميله كمان، عشان خاطر لما يدهن تلاقي الحيطان زي الابانوس كده بتطلع ريحه جميله لزوز، وده جديد برضو، بس هي حاجه خامه جامده يعني، هي حاجه حلوه طبعا. هو ده اللي وصلنا لكده يا فكر يا اخويا، هو ده والله اللي وصلني لكده، والله والله ده انا ده انا ده انا بعمل كل الابتكارات دي بنفسي. يلا وبكده احنا حلينا مشكله البلاستيك حل جذري جذري. اتفضل اهو اهو كده اصبح اللزوجه بتاعته اللزوجه عاليه، تنزل في البتاع الفرشه هتلاقوها شغاله زي العفريت، وده جديد برضو ما حدش عمل الكلام ده، بس اللي عايز الوصفه والتوليفه صح يقول لي ازاي ان احنا نشغل البلاستيك البايظ ونقطع ريحته في نفس الوقت. الطريقه بسيطه ولذيذه جدا جدا جدا، وبحاجات يعني ما فيش اي كلفه، احنا ما نعملش حاجه يعني جامده. ممكن تيجي يا ريس تعاين طيب، ولا ما احط الريحه الجميله اللذيذه كمان؟ ها احط ريحه لذيذه كمان الاول؟ احط ريحه لذيذه، حاضر. الزيت الوحيد بقى اللي نقدر ان احنا نضيفه وفعلا فعلا فعلا نستمتع بقى بالريحه، تخيل هتديله ايه. نعم الصب شغال، بس خلي بالك في تحميل انا عامله على اليوتيوب، انا عامل تحميل بقى صفحه جديده يعني. طب خلاص هو ده اصلا دي طيب، ودلوقتي بقى نحط المادة ثواني العطرية اللي هتعمل معانا جلاشة بقى، تخلي بقى ايه الريحة جميلة، بس هو المقدار ما يزيدش عنها من 5 لـ10 سنتي، بس هو انا هحطها لي 8 سنتي، 8 سنتي للجزيلة كلها، وتتقلب. هتضيف عليه الريحه الرهيبه، هتطلع للمكان بالكامل وهتدوم فيه فتره طويله جدا. طبعا احنا مش مستوعبين الكلام ده، ولا انا مستوعب بصراحه. ازاي الزر طلبت بكده؟ يبقى لازم نشتغل وهنشوف الوان جاحده بقى على الحيطان، وده اللي احنا محتاجينه. بو جود 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 جود، مفيش تحبيب ومفيش حاجه، وده بيت بالكامل، ده هند مائي فبيقبل اي تحليل ميه جواه. خلاص كده التقيل كله فك مع تقليبه بسيطه، وهنبقى جاهزين نعمل حاجه. ازاي بقى ليه؟ عشان ايه؟ لا صوتنا مش عالي، انت مشغل مزيكا. لا وقف مزيكا، وقف مزيكا، مزيكا بوظ الفيديو، الفيديو يبوظ من المزيكا، ما يتعرضش. طبعا كده احنا حلنا مشكلته فعلا، ما بقاش في حاجه راكنه ولا حاجه مكلكعه، وبقى لزوجته اعلى وطري جدا، وريحته معفنه طبعا، لذيذه طبعا، لذيذه جدا. بلاش يا فكري دبست الكمامه. نشوفكم بقى واحنا بندهن. باي باي. ده عادي من غير ما تبهدل كده. ندهن الحيطة.
واحنا هنا لسه قايل لكم من شويه اللي احنا لسه موقعين السقف ولسه عاملين الارض لسه عاملينها حالا. ودلوقتي احنا ايه في الدهانات. بصوا بقى يا عمو هيعمل ايه. انا هو اللي بكلمكم حنبوزو. انت اسمك يا عمو حنبوزو؟ لو بوزو وعمو بيدي هنا اهو. الحيطه لون بامبي حلو. بيدي هنا واحده ايه نصوره. متقلقوش تشوفوا الفيديو التاني واحنا بنعمل الحيطه. واحنا بندهن الحيطه والحيطه احنا بندهن السقف. سمسم بيغسل القلة عشان هندهن بيها. سمسم دلوقتي زمانه جاي. هو ده الدهان. هي دي الحيطة. بص عليها عشان مش هتشوفها تاني. الأرض لسه منضفينها. وهنا الدهان. وهنا المكتبة اهي. وهنا الشارع. الراجل المجنون اللي كان بيعمل الحاجة شوية. وهنا اهي. دي لسه بنعملها. بصوا شكلها عامل ازاي. لسه قديم. ودي العصايه بتاعت القله اللي مستر سمير هيجيبها دلوقتي وهنحطها جنبيها. بصوا بقى. بصوا الحيطه. بصوا هنا كمان. بصوا هنا كمان. دي لسه هنعملها. الحته اللي هنا دي لسه هنعملها. وهتبص علينا دلوقتي واحنا بنعملها. ودي برضه لسه. دي بس الحته دي اللي معموله. هي الحته دي. اهي وعم اهو جاي يعمل البتاع اللي يدهن الحيطة اهو. انتوا اديكم شايفين قدام عينيكم عمو بيعمل ايه. عمو رايح يعمل البتاع وجاي تاني. نزل بقى ايه؟ لا تنزلوا هنا؟ لا. بصوا هو عمو بيعمل ايه؟ حط البتاع الاحمر على البامبي يعمله عشان يبقى حتة. دلوقتي عملنا الحتة دي وقتكم انتوا شايفين الحتة الجديدة. من شوية كنا عاملين الشوال. الأرض كانت كده. هي الأرض كانت كده. شوية ما كانتش كده. كانت زريبة. طوب وكل حاجة. نظفناها وده المكتبة. الشباك. كل حاجة اتعملت. عمو اهو بيدهن ويعمل اهو. هيحط القلة دلوقتي بس مش دلوقتي شوية كده. هو القلة يعملها اهي. قلة نشفها. انا ابوك مدي وسمسم اهو وسلم للكاميرا. وهي دي القلة. واعمل كده يا سمسم. اهي القلة عمو بيركبها وهيدهن اهو. واحنا تعالوا بقى اهي كده. اهي القلة اهو. طب الصحة كنا عايزين نعمل هنا يسفر اهو.
هو جاي اهو. لا اسود، ما فيش ابيض، نعمل اسود. ما جابش، ما فيش ابيض. جاب جمل عشان عايزين نفضل، هندم بالحته دي والباقيين درجات اللحظة. بس هو كده على طول لسه عمو هو بيدهن الحيطه التانية. انا عارف انها حلوه بس احنا كنا عايزين دي حمراء، قصدي سودا. ممكن بقى ايه لما نغير بقى نعمل سقف المدينة كده، فاهمني؟ اهو عمو بيعمل البتاع عشان زي ما انت شايف ايه اصلا مش ابيض. عمو بيعمل الحيطة التانية، عمل الحيطة دي ناقص بس الحيطة دي، ودي اللندة لسه كايتينا لونقها هنا. دي الحيطة، عمو بيدهن الحيطة اهو، ساعة صغيرة حبة صغيرين وهيخلص، مش هيقعد كتير. اهو اهو عمو اهو بيصور وهي اللندة. بصوا بقى الحيطة كده وهي بتدهن اهو. وهل يا ولد؟ الله حلو اللون ده؟ جميل. انت مختاره؟ عظيم يا زين. لون اسمه ايه؟ بلدي. بنفسجي. بنفسجي. عشان ايه؟ ضلمه شويه. ده 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 سمسم جو حمبوزو. انا رايح بقى. اوه عمو بيدي بالحيطة. عمو بيدي الحيطة بتاعت السقف، السقف اهو لسه كان واقع دلوقتي من شوية، ولسه منظفين الارض حالا اهو حالا. عمو انت لو رفعت سلكة تلاقي تحتين. اوه لازم ابقى جنبه لسه. عمو هو عايز الحته هنا دي، الحته دي حلوه. هو ما جابش ابيض، ممكن جاب ابيض بس ما جابش ابيض. ده خش ده، هنعمل ده وهنعمل ابيض. يعني عملنا الفتح، هنعمل ده وهنعمل ده. فين عشان دي عمو. الحته دي حته دلوقتي عمو دخل على الحيطه الثانيه. وعمو عايز
جدع يا حنبيزو. الشوار ده يطلع قشطه. اللي بعده حطام السقف. هنرمي ليه؟ الله ينور يا كبير. هنرمي ليه؟ ثانيه واحده بس عشان نشوف المعالج. لا ما ترميهاش يا حبيبي، دي شيلها. علشان كده احنا عايزين ناخد منك شهاده حق يا ريس حمص، بما ان انت الله اكبر على ايدك، يعني انت راجل صنايعي 100 100. ايه رايك في البلاستيك ده؟ شغال؟ لا. يعني هنحتاج الابيض علشان ندي لون تاني؟ لا. تمام كده يعني. طيب الحمد لله رب العالمين. ده اللي احنا عملنا موزيبات الكولور بتاع امبارح، اللي كان صاحبنا عمال يقول يا يا ويجري ومش راضي يسمع الكلمتين، في الاخر يا عيني طلع زي العفريت واشتغل. وبكده زي ما انا وريتكم البلاستيك القديم بيتحط له مذيب كلور، وطبعا اي روائح عطريه تقدر زيوت للبلاستيك، زيوت عطريه تقدر تضيفها، وبكده انت تقدر تحيي البلاستيك القديم المركون بقى له فتره كبيره حتى لو سنتين ثلاثه ما بيبصش يا جماعه. ودينا شفنا الطريقه مع بعض، ويا رب تكونوا استفدتوا، وما تنسوش تدعمونا علشان نقدر نستمر ويوصل لكم كل جديد. مع السلامه في حلقه جديده من حاجه جديده من حياه العشاب. مع السلامه.